لو الحكاية فيها إن فيتو. مع كل صباح الشباب واي موظف او اي ربة منزل لازم تشرب نسكافيه او اي مشروب صباحي يساعدها على يساعد الانسان على التركيز. فهل بالفعل المشروبات دي دكتورة ايمان بتقلل قدرة الجسم على الحرق، وايه المشروبات البديلة ليها عشان تساعدنا على انقاص الوزن؟ هو طبعا مش هنقدر نغفل يعني أهمية الكافيين في ضبط المزاج العام، بالذات اللي هو متعود على ان هو ياخد الصبح النسكافيه او القهوة بتاعته، فده طبيعي جدا ان هو يحس ان هو في حرمان او في مود بايظ، اليوم بايظ، ان انا مش قادر اشرب ده. بس لازم نركز على ان فعلا الكافيين الكتير بيعطل عملية الحرق. ليه؟ لان هو فعلا بيجمع مية في الجسم، بيجمع المية في الجسم، بيعمل احتباس شوية للمية اللي في الجسم، فبنبقى محتاجين نشرب بعديه مية كتير عشان ننزل المية اللي ممكن تكون محتبسة ما بين الخلايا. فده بيعطل شوية عملية الحرق، وممكن يجي توزن بعد ما يبقى ماشي على نظام غذائي معين ويلاقي نفسه مش نازل لأنه فعلا بيشرب كافيين كتير. فدلوقتي في المشروبات اللي هي دي كافينيتد، بمعنى ايه؟ ان هي فعلا نسكافيه او قهوة بس ما فيهاش كافيين، بيدي نفس الطعم ونفس الإحساس ونفس اللي هو أصلية، بتبقى رسالة بتوصل رسالة عصبية للمخ بحيث ان هي تدي الاحساس بان انا شربت خلاص الكافيين بتاعي. فهو ما فيهوش كافيين وفي نفس الوقت في نفس الطعم وفي نفس الاحساس بان هو اخذ المشروب بتاعه، فده حل سحري جدا للاحساس ده، ان احنا نقلل الكافيين اللي داخل، او ان احنا ناخده في صورة مثلا شاي اخضر. الشاي الاخضر من الكافيين المهم جدا للجسم، وفي نفس الوقت بيزود معدل الحرق لان هو كمان فيه انتي اوكسيدنت. انتي اوكسيدنت اللي هي المانعه للتاكسد للجسم، او اللي هي بتمنع الامراض المناعيه كلها في جسمنا. فبناخد الشاي الاخضر بصوره على الاقل 3 كوبايات في اليوم، فده بتحسن المزاج وفي نفس الوقت بينبه الاعصاب، ومن غير ما يزود او يعمل احتباس يعني في الميه في جسمنا. فده بالنسبه للشاي الاخضر. ده غير بقى ان في مشكله هامه جدا احنا مش واخدين بالنا منها، ان الكافيين لما بيتاخد مع الوجبة الفطار الاثنين مع بعض بيقلل من الحديد اللي بيمتص في الجسم. فدي طبعا مشكلة ممكن تقلل من الحرق، لان الاكسجين ده بيحمل على الحديد، بيحمل على الاكسجين في الخلايا الدهنية، فكل ما زاد الحديد دخل الاكسجين للخلايا الدهنية فبالتالي بيزيد الحرق. لكن لو قللنا الحديد فأكلنا بيقل الأكسجين اللي داخل الخلايا فبيقل الحرق. فإحنا محتاجين اللي طبعا نحن نزود الحديد من غير ما ناخد جنبيه الكافيين اللي بيبطئ امتصاصه في الجسم. بالعكس، إحنا المفروض ناخد مثلا عصير أورنج مع الفطار، لأن إحنا ساعتها هندخل الحديد أكتر لجوه الخلايا. أكتر حاجة تدخل الحديد الخلايا الفيتامين سي. فلو اخذناها في شكل عصير برتقال، او اخذناها في شكل عصير ليمون، او اخذنا جوافه الصبح مع الاكل، هتبص تلاقي بالعكس عدد الحديد اللي داخل في جسمنا زاد، عدد الاكسجين زاد، عدد معدل حرق الدهون زاد جدا. طيب حضرتك، القهوه اللي هي التركي برضو نفس الموضوع بتاع النسكافيه، ولا هي اقل وطئه يعني؟ لا، هو طبعا بنحب الحاجة اللي هي الطبيعية. فالبن الطبيعي اكيد يعني افيد للجسم من ان احنا ناخد اللي هو المصنع نسكافيه. بس احنا برضو بنقول ان ده كافيين، وكافيين عالي. فبنقول ان هو ممكن ناخد مثلا فنجان قهوة في اليوم، ده اناف جدا علشان يدي الباور ويدي النشاط للجسم من غير ما يكون بيعطل الحرق. طيب والشاي الاخضر، في اقراص للشاي الاخضر بيبقى ليها نفس الفعاليه، ولا يعني يفضل ان هي تتاخد كباكيتات؟ هو يفضل ان هي تتاخد بباكيتات، بس في بعض الادويه اللي هي المفروض ان هي بتزود معدل حرق الدهون في جسمنا بيفضل ان هي تتاخد بعد الفطار عشان تقفل الشهيه، من خلاصه الشاي الاخضر مع نبات البندق مع الجارسينيا، دي من النباتات المهمه جدا لجسمنا، بحيث ان هي بتقفل الشهيه شويه للناس اللي هو فقدين احساس بالجوع والشبع. عند بعض الناس اللي هو اتعود فتره طويله ان ناخد عدد سعرات حراريه كبيره، فبتدي لازم
لازم في أول الرجيم إن أنا أديله الأقراص دي عشان بتساعده شوية على قفل الشهيه. طيب حدثيك الجزئية برضو بتاعت إن الكافيين المفروض إن هو ما يتخدش مع الفطار، هل مثلا يشربه قبليها ولا بعديها وبنص ساعة ولا يعني المدة الزمنية؟ بدي فرصة طبعا إن الأكل يكون اتهضم، فبناخد على الأقل ساعة ساعة ونص بعد الفطار إن احنا ممكن ناخد الكافيين بتاعنا.